أنواع من الزملاء ترفع الضغط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قطر وبقدم لكم قناتي المتواضعة مذكرات ممرض. نحكي فيها عن التمريض مهنة العظماء، واليوم موضوعنا عن أنواع من الممرضين أو من زملائي أنا طلعت روحي منهم. في خلال الكارير تبعك او مسيرتك المهنيه راح تشتغل مع كثير ممرضين، في ناس راح تحب انك تداوم معه، في ناس راح تطلع روحك لما تعرف انك معاه على شفت واحد. فالمشكله انه معظمهم فيهم صفات بتتكرر في اكثر من شخص، فانا جمعت كل الانواع اللي بتطلع روحي في فيديو واحد وقلت ارفع ضغطكم معي ويلا الله بستر. اول نوع معنا بفيديو اليوم الناس اللي شايف الحياه بشكل وردي، خصوصا المتخرج جديد او المتعين جديد. هذا بيجي وبفهمك انه مسؤول القسم انسان ممتاز، الاتش ار ناس شايفين شغلهم، انه جماعه الجي سي اي او جماعه الاكريديتيشن هذول بس بيشتغلوا عشان المستشفى يصير احسن، ومش عارف اللي فيها ولا عارف انه كل الناس هاي بتشتغل بس عشان الاداره اعطتهم اوردر بهذا الحكي، ولو بكره الصبح تصحى الاداره وتقول لهم اعملوا اللي بدكم اياه راح يبطلوا يجوا على المستشفى اصلا. والمشكله انه غالبا الناس اللي زي هيك بتوقع على راسها او بيكتشفوا الحقيقه المره بعد فترة. بما انه جبنا سيرة الناس الجداد بالمهنة لازم نجيب سيرة الناس لقدام بالمهنة. النوع الثاني اللي برفع الضغط اللي بكون قديم جدا بالمهنة وضايل له 6 أشهر سنة سنة وشهرين وبتقاعد وما في بمخه الا التقاعد، شو بده يشتغل بعد التقاعد وكيف بده يقضي حياته بعد التقاعد. لو قلت له اشتغل اي شيء راح اقول لك كل شهرين ومروح اقعد في البيت روح طير انت مستشفى. فافرض انه انت لحالك معه على الدوام وانت حابب تشتغل راح تروح تحط راسك وتنام، هو شيء بسمي البدن صراحة. في نوع ثالث بيشبهه اللي هو اللي راضي بأي شيء. انت ممكن تكون مشتكي من نقطة معينة، خصوصا نقطة الرواتب او نقطة انه عليك شغل كثير مثلا او عدد المرضى بالقسم كبير وانت مش ملحق، فراح اقول لك احمد الله احنا احسن من غيرنا، غيرك قاعد بلا شغل. او ممكن اذا انت كنت قاعد قبليها يحملك جميله، انت ما انت كنت قاعد بلا شغل بتترجى الناس يدوروا لك ويعملوا لك وبتحط واسطات. انه ماشي الواحد كويس انه يشتغل، والواحد اما بنعمه ربك فحدد، بس مش غلط الواحد يضل يحسن اموره للاحسن. في نفس الوقت انا لما بدي اشتغل المفروض في ستاندرد اقل منه ما اقبل، لما نحط في ربع هذا الستاندرد لازم اشتكي. من الانواع اللي بترفع الضغط برضه الانسان اللي منجرف مع التيار، يعني كل القسم بيشتغلوا بدون ضمير هو بيشتغل بدون ضمير، كل القسم بيتاخر نص ساعه يوميا هو بيتاخر نص ساعه يوميا مع انه بيته قبال المستشفى وبيقدر يجي بدري ساعتين ما عنده مشكله، كل القسم ما عندهم ذمه ولا ضمير هو بصير ما عنده ذمه ولا ضمير. بتقول له غلط صح حرام حلال بقول لك الكل بيعملوا زي هيك، خلص ما دام الكل عملوا زي هيك الحرام صار حلال والغلط صار صح. وعلى سيرة اليأس، في ناس بتيأسك من الحياة لأنه أصلاً زهقان منك، تحكي بتحكي 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 بالأخير بقول لك بعين الله، يعني بالعربي أسكت بديش أسمعك. أو مثلاً بتكون تناقشه في شغلة معينة وبقول لك طيب ماشي، أنه يعني خلص تعيطش هلا خلص أنت صح بس حل عني، هذا برفع الضغط وكأنه بقول لك تحكيش معي بعد اليوم. في نوع سادس بيشبهه، في نوع سادس بيشبهه اللي هو الإنسان اللي يأسان من الدنيا. بتقول له نعمل اصلاح في القسم بقول لك انسى، بدك تقيم الدين في مالطا بقول لك نطالب انه تزيد الرواتب بقول لك احلم عشم ابليس بالجنة. بتقول له نعمل شوية شغلات نفيد القسم نفيد المرضى نفيد الممرضين بقول لك يا زلمة انت جاي بدك تصلح الكون. هذا الانسان يعني بتقول له اعمل اشي بقول لك خلي فلان يعمل، خلي غير يعمل، خلي النقيب تبعك يعمل، خلي وزير الصحة يعمل، يعني هو نايم في البيت حط رجل على رجل وبس ينصلح الكون كله مع عليه بقوم بنصلح معانا او بعدينا. في نوع سابع برضه بيرفع الضغط اللي بيعاملك كأنه المستشفى للي خلفه او كأنه هو نفسه رئيس القسم او مدير المستشفى. بتتأخر 5 دقايق وشافك الهيد نيرس وطنش الموضوع بيجي بقول لك ليش متأخر؟ وشو دخلك انت؟ او مثلا اجت الطلبية رتبوها بالمستودع كل شيء تمام بقول لك قوم شيك على الطلبية اجت ولا لا، وانت شو دخلك مين طلب منك؟ لو وقع اشي او ضاع اشي من القسم او انكسر جهاز او كذا بيجي هو بحاسبك كأنه اله او جايبه من جيبته. ماشي الضمير مطلوب، انا احيانا بحب النوعيات هاي من الممرضين، لكن لما هو يكون يشتغل بسبب انه ما في وراء الا الشغل وجاي يطلع قرفه بالشغل، سواء هو مطلق مرته او محرض مرته او مش لاقي له شغله يعملها وجاي يتسلى فيك، لا
ممكن يجيك من الصبح، انت وين الاساينمنت تبعك؟ في الغرف الفلانيه. طب ليش ما تروح مع فلان؟ طب يا عم الهيد نيرس قال له روح هناك، انت شو دخلك؟ برضه من النوعيات اللي بترفع الضغط الانسان اللي مستهين فيك، بتروح بتقدم مثلا لامتحان الانكليكس امريكا، انت امريكا بدها تاخذك. ليش هي امريكا بتاخذش الا علماء ذره مثلا، ولا بتاخذش الا انبياء؟ يعني في طول معين او وزن معين، اقل من هيك بتبلوش، ولا شو هي امريكا؟ شيء كثير عدم ما اخذت. انت بدك تقدم الخليج؟ اه بدي اقدم للخليج، ما هم ماخذين الناس نصهم ما شاء الله يعني علماء. فوقفت علي، انا برتفع ضغطي من الناس اللي بكون بخاف من خياله. كل ما تعمل شغله لا، واوعى ودير بالك حدا يعرف، ودير بالك حدا يسمع، اوعى حدا يوصل للاداره، وهيك غلط وهيك صح، وهي الشغله لازم نعملها لانه المدير الفلاني بيدقق عليها، وهي الشغله لازم نشيك عليها لانه الهيد نيرس كل يوم بيسال عنها. المشكله مش انه بخافوا كمان، بده اياك تصير زيه. طب انا مش سائل في حدا، شو اسوي لك؟ يعني زي ما حسسك انك تهرب حشيش مش هيك؟ من الناس اللي بترفع الضغط برضه، اللي بغير رأيه كل يوم، بتقنعه بفكرة، ثاني يوم بيجي بقول لك بطلت، ثالث يوم بتقنعه بفكرة ثانية، رابع يوم بيجي بقول لك بطلت. وفي نوع ثاني بيشبهه، اللي بيسأل عن كل شيء وما بيعمل إشي. يعني أنا في يوم من الأيام حبيت أهاجر على بريطانيا، بيجي واحد من الناس شو شروط الهجرة لبريطانيا؟ قديش بتكلف فلوس؟ قديش بتاخذ وقت؟ ايش الشهادات المطلوبة؟ بتحكي له كل القصة، بجيب ورقة وقلم بصير اسجل وراك. ثاني يوم طيب بدك تهاجر على بريطانيا؟ لا. طب ليش سألت؟ ليش ضيعت وقتي؟ ليش خليتني اقعد ساعتين وانا احكي معك واجيب لك اوراق واجيب لك شهادات وانزل لك فيديوهات وابعث لك على الواتساب؟ ثاني يوم انا تركت قصة بريطانيا ونويت اطلع مثلا على امريكا، بيجي بقول لك شو الشهادات المطلوبة؟ قديش بدها وقت؟ قديش بدها شهادة؟ قديش بدها فلوس؟ وبقعد اسجل وراك. ثالث يوم بيجي بقول لك انا ما بدي اطلع امريكا. طب ليش بتضيع في وقتي؟ بس عشان لو كان قاعد في مجلس او في عرس او عزاء او في اي مكان مع ناس وجابوا سيرة امريكا، يقول لهم لا امريكا ما بدها 6 أشهر، امريكا بدها من سنة لسنة ونص. انا سألت وعملت وسويت، وانا اصلا كنت ناوي اعمل الشغلة هاي، بس ما قلت اشغالي واعمالي في بلدي، بديش اروح بلاد الكفار. يعني بس بده يعمل حاله فهمان في كل شيء وخلص. وعلى سيرة بلاد الكفار برضو، في ناس بترفع الضغط اللي هي النوعية اللي بيسخن لما تناقشه، هذا البني ادم اللي زي الحيط. يعني انت من قبل ما تناقشه مرفوض رأيك تماما، هو حاطط ورق هيك حاطط قدامه يافطة، اوعى تخليه يغلبك، شو ما قلت مش راح يصدق. بتقول له مثلا بدي هاجر على امريكا او اوروبا، بقول لك تروح على بلاد الكفار، اولادك يصيروا يهود، اولادك يصيروا كافرين، اولادك يصيروا مش عارف شو. بتقول له نشتغل بدم وضمير ابصر شو، بقول لك يا عم انت جاي تجيب الدين في مالطا، اشتغل على قد مصاريهم، يعني لو عملت صح راح علقوا لك نجمه. ما جبناش سيره البنات لحد الان، انتم ملاحظين. النوع اللي بعديه الممرضه اللي بتضل تعيط وتقرفك ام الدوام واللي داوموه، وكل ما تاكل كف من جوزها تيجي تشكيلك، وكل ما تحبل بدك تحبل معها، وكل ما تمرض بدك تمرض معها. في فيديو مخصوص للسلافة يسيبك منه، بس عن جد هذا النوع من الناس بيرفع الضغط. انا اذا حبيت اداوم مع واحدة زي هيك بكون شو بسموه جلد ذات، بس جلد ذات. وبرضه في نوعية من البنات بتكون ما احسنها معك، صباح الخير وكيف حالك يعطيك العافية وكل شيء تمام، فجأة بتقولها قديش ساعة، بتقول لك انت مين عشان تمزح معي او تحكي معي قدام الناس. هذا النوع اللي بقلب فجأة برفع الضغط. اخر نوع اللي هو الحمد لله مش منتشر كثير، اللي هو النوع النسونجي، بتكون قاعد معاه بقول لك دقيقة ورجع لك، في الاخير بتكتشف انه راح يلاحق بنت مريضة او مرافقة او زائرة، بده يجيب رقمها ويرجع لك، او قاعد بدور وين في طالبات تمريض يضحك عليهم يعمل حاله ابو العريف يفرد عضلاته، وهو ما بفهم بالتمريض قد ما بتفهم جدة بعلم الضرب. في النهاية هذه النقاط كلها من وحي تجربتي الخاصة ومن خبرة المتواضعة. لو عندك أي نقاط حاب تضيفها ضيف لنا إياها برضو بالكومنتات. إذا عجبك الفيديو لايك للفيديو، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، والسلام عليكم.